أهلا وسهلا بك يا عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي فانيل كريم، هذا اللي تلاحظيه أمامك. هسه أشوف لك المواد المطلوبة والمقادير وطريقة العمل. عزيزتي، لعمل الفانيل كريم راح نحتاج 2 ديسيلتر أو استكان من الحليب، راح نحتاج ملعقة ونصف طعام من بوتيتس فلاور أو الطحين البطاطس. إذا ما متوفر عندك تقدرين تستعملين المايزينا أو النشا. عندك هنا أنا ملعقة ونصف طعام سكر، راح أخلي الملعقة ونصف، وأحتاج فانيليا من 2 إلى 3 ملاعق كوب من الفانيليا، واحتاج صفار البيض فقط. سراح اخلي صفار البيض. بعد ما ضفت صفار البيض على السكر راح اخفقهم. بعد هذا راح اضيف الحليب مع الخفق. بعدها اضيف البوتيتس فلور. بعدها راح اخليهم على النار، على نار هادئة، واظل اغليهم مع التحريك المستمر. وضعت الخليط اللي سويته على النار وراح اغليه. طبعا هذه الكمية اللي دا اسويها حاليا تكفي لطبقة واحدة من الكيك، مو ليس طبقتين. فأنا دا أسويها لأجل أن أشوف الكيشون، يعني طريقة عمل الفانيلي كريم بالبيت. ظلي حركي بي إلى أن ما يدخن عندي الخليط. والآن بدأ يدخن عندي الخليط، راح أرفع عن النار، أتركه على جنب، وأضيف له الفانيل اللي 3 ملاعق، من 2 إلى 3 ملاعق من الكوب الفانيل. واذا تحبين انت مثلا ما تخلين الفانيل عندك الفانيل السائل، فهو يعني حسب المتوفر عندك. هاي 2.5 انا خليت من الفانيل، راح اخفقهم. شوفي الجانس عندي صار مثل كاستر تقريبا، هكذا صار عندي جاهز الفانيل كريم. هكذا تلاحظين شلون صار؟ تلاحظين بعد ما انتهيت من الفانيل كريم صار بهذا الشكل قوي. راح افرغه بهذه العلبة واغلفه بالنايلون واتركه بالبراد الى ثاني يوم او الى وقت الاستعمال. طبعا مثل ما تشوفين الكمية اللي حضرتها هي قليلة جدا، انتي تقدرين تضاعفين المواد اذا تريدين تستخدميها للمعجنات او الكيك. هسه راح اغلفها بالنايلون بهذه الطريقة. هسه راح اخلي النايلون هكذا، اغلفها بالنايلون. واتركها بالبراد الى ثاني يوم. هي هذه وصفتنا لهذا اليوم للفانيلي كريم اللي نستعمله للمعجنات والكيك. اتمنى تعجبك هذه الوصفة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.